الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رب العالمين أنا أرجو إليك يا رب العالمين وأستغفر إليك وأتوب إليك يا نعم المولى يا نعم الوكيل اللهم يسر لي أبي يا رب العالمين في قبره يا رب العالمين اللهم يسر لي أبي في قبره يا رب العالمين وجعله مقاما محمودا في قبره يا رب العالمين يا نعم المولى يا نعم الوكيل يا نعم المولى يا نعم الوكيل يا نعم المولى يا نعم الوكيل إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنين كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفنك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إثما كما حملت الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي غفر لنا والوالدين وارحمهما كما ربوانا صغارا ربي غفر لنا والوالدين وارحمهما كما ربوانا صغارا يا نعم المولى يا نعم الوكيل اللهم أعوذ بك من العلم لا ينفع من القلب لا يخشى من النفس لا يشبع من الدعوة لا يستجاب برحمتك يا أرحم الراحمين يا نعم المولى يا نعم الوكيل اجعله من أصحاب الجنة يا رب العالمين فاغفر له وارحمه يا رب العالمين اللهم ارحمه وارحمنا اللهم افلح لنا افلح لي يا رب العالمين يا نعم المولى يا نعم الوكيل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الا بما شاء وسع كل السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا نعم المولى يا نعم الوكيل يا ذا المعجزات افلح لنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افلح لنا وارزقنا رزقا مبارك يا رب العالمين اللهم بارك علينا على كل مكان وعلى كل محل برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعل لنا فردا في هذه الدنيا انك انت خير الوارثين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار السلام عليك أهل الديار من المؤمنين وإلا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية اللهم اغفر له وارحمه اللهم ارزقنا رزقا مبارك برحمتك يا أرحم الراحمين الله لا إله إلا هو يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا غفار اغفر لنا وارحمنا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك